رحيل الشيخ المجاهد الشيخ عدنان خضر. نعم أيتها الأخوات الإخوة، سنبقى سائرون على هذا الدرب. نعم أيتها الأخوات والإخوة، باسم كافة القوى والفصائل والأحزاب الوطنية في محافظة الخليل، نزف لشعبنا هذا الشهيد المقدام الشيخ خضر عدنان. باسمكم جميعا وباسم كل فصائلنا وباسم كل أبنائنا نقول للعالم أجمع، سنبقى هنا صامدون، سنبقى على أرضنا راسخون إلى أن يتحقق حلمنا بالتحرر وإنهاء هذا الاحتلال وإقامة دولتنا الفلسطينية على أرض ترابنا الوطني وعاصمتها القدس الشريف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بوركت لفلسطين الزنود السمر، ترفع الهامات إلى علا السماء، تشعل الأرض باللهب فتصنع أعجب العجب. هنيئا لفلسطين هذا العطاء المتواصل. والآن الكلمة للأخ إبراهيم النجاجرة ممثلا عن شؤون الأسرى، فليتفضل يلقي الكلمة. وليد، تعال وليد. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نترحم على شهيدنا ونعزي أنفسنا والحركة الأسيرة وأسرة الأسير باستشهاده برحيله مرفوع الرأس، برحيله خاوي الأمعاء بأمعاء خاوية، بإرادة صلبة، حيث أن هذا الشهيد الذي أصبح 237 شهيد من شهداء الحركة الأسيرة الذين سقطوا داخل وفي ساحات الزنازين والجثمان 12 المحتجز لدى سلطات الاحتلال. إن جريمة إعدام الشيخ خضر عدنان هي جريمة منظمة وواضحة المعالم والفصول، وتأتي استجابة لسياسة ابن كفير في استهداف الحركة الأسيرة الذي يعبر عن توجهات الحكومة اليمينية المتطرفة. إن الأسير عندما يمضي هذه الفترة الطويلة من الإضراب عن الطعام، مكانه الطبيعي أن يكون في المستشفى وفي العيادات الطبية وتحت الملاحظة والمراقبة الطبية، وليس مكانه في زنزانة خالية لا يوجد بها أي مكونات للحياة. لذلك هذا مؤشر ودليل بأن هناك قرار داخلي بالتصفية لهذا النموذج الوطني الذي شكل وعرق إدارة مصلحة السجون من خلال الإضرابات التي خاضها تضامنا ورفضا لسياسة الاعتقال الإداري، هذا الاعتقال الذي طال عشرات الآلاف من أبناء شعبنا، والذي اليوم هناك أكثر من 1000 أسير معتقل إداري. بعد أن كرروا اعتقاله إداريا وخاض الإضراب، ويعلم جيدا بأنه لن يفك إضرابه إلا بتحقيق إنجازات، وجهوا له تهما باطلة ولا يوجد لها أي مسوغات قانونية أو منطقية. لذلك كان هناك الاستمرار في الإضراب، وكان هناك الاستمرار في رفض التجاوب مع مطالب هذا الأسير والمحقة. لذلك كان في هناك حصار قانوني وحصار أيضا له في الزيارات، ومنعا من تقديم العلاج والرعاية الطبية له، إلى أن سقط في صباح هذا اليوم. وقد يكون قد سقط سابقا ولكن لم يعلن إلا هذه اليوم صباحا. لذلك نحن نقول بأن هذه الجريمة هي ليست بحق الشعب الفلسطيني فقط، ولكن هي جريمة بحق الإنسانية، بحق القوانين والمواثيق الدولية التي تنتهكها إدارة مصلحة السجون في ظل تراجع وعجز من قبل مؤسسات المجتمع الدولي والإنساني. هذه المؤسسات التي تعجز عن الانتصار
لمواثيقها وقوانينها. هذه المؤسسات التي بصمتها وعجزها تطلق يد الاحتلال لكي يتمعن يمعن في جرائمه بحق الشجر والحجر من أبناء شعبنا. نعم، إن الحركة الأسيرة اليوم وهي موحدة داخل سجون الاحتلال، نعم هي موحدة، وشاهدنا ولمسنا أثار هذه الوحدة من خلال كسر ما كان يخطط من إجراءات بحق أبناء الحركة الأسيرة قبل شهر رمضان، والذين انتصروا في إجبار بن كفير وزمرته على التراجع. إذن اليوم نحن مطالبين كفصائل ومؤسسات أن نتوحد في مواجهة هذه السياسة، وأن نعمل جاهدين ومجتمعين على الإفراج عن هؤلاء الأسرى الذين هم يمثلوا أبناء الشعب الفلسطيني وفصائله وأسره وكل طبقاته الوطنية والعاملة في أرض فلسطين. دمتم وعاشت نضالكم، وإنها لثورة حتى النصر. رحم الله الشهداء، رحم الله الشهداء، رحم الله شهيدنا خضر عدنان إلى جنات الخلد مع الشهداء والصديقين، وحسن أولئك رفيقا. في الماضي كانت إذاعة صوت الثورة الفلسطينية تنشد على الأثير: دم الشهداء بينور طريقنا، وإحنا على العهد يا إخوتنا ويا رفاقنا، نكمل المشاوير الطويلة ونعاهد الثورة ما نتخلى عن سلاحنا. والآن الكلمة للأخ أيمن الطبيش، فليتفضل يلقي الكلمة. ممثلا عن الأسرى المحررين، فليتفضل يلقي الكلمة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. نعزي أنفسنا ونعزيكم ونعزي أبناء شعبنا وأمتنا بهذه الآيات القرآنية العظيمة. نعزيكم بما عز الله سبحانه وتعالى نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم يوم فاجعة أحد، يوم كان نبينا المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام يلملم الجراح، يعد الشهداء، وعلى رأسهم أسد الشهداء حمزة رضوان الله عليه. في هذا اليوم العظيم لا نقول سقط الشهيد، وإنما ارتقى إلى العلا مع الصديقين والنبيين والشهداء، وحسن أولئك رفيقا. أيها الشيخ القائد العظيم، أيها الشهيد، إن شهادتك أهم من هذه المسميات، لكن حقا لك أن نذكرها. فما تركت بيتا لأسير أو شهيد أو جريح إلا زرته وبلسمت جراح أهله، فهنيئا لك الشهادة. علهم ظنوا أنهم بقتلك يكسروا قرار الإضراب عن الاعتقاد من الاعتقال الإداري، علهم ظنوا أنهم قد ينهوا هذه المسيرة بقتلك. لا وألف لا، فإخوانك ورفاقك على دربك، وهذا الملف الاعتقالي البغيض الغارة في البغض، هذا الملف القميء سينكسر بروحك التي انطلقت. لم تختزل نفسك في حزبية معينة، فقد كنت وحدويا بامتياز، وهم إخوانك من كل الفصائل، أبناء شعبنا العظيم في هذه المحافظة يقفون ليودعوك. لا نقول وداعا، بل إلى لقاء قريب. ورحمك الله يا شهيدنا البطل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقف هنا اليوم ونقولها: شهدائنا، أبطالنا،
أسودنا، رجالنا، ثورتنا، فلسطين، قدسنا وعروبتنا والأحرار في هذا العالم. سنقف ونقولها بكل استبسال، سنبقى فلسطينيين وسنبقى أحرار وسنعيش أحرار وسنموت أحرار. والآن الكلمة للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، فليتفضل يلقي الكلمة أحمد دمازي، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. رحل خضر عدنان شهيدا، رحل القائد المجاهد، القائد الوحدوي الذي حمل قضايا شعبه ضد جرائم الاحتلال. رحل المواطن خضر عدنان الرافض لسياسة الاحتلال وجرائمه. اليوم رحل الأسير خضر عدنان الذي لم يعدم الوسيلة في مقاومة الاحتلال حتى وهو في أقبية الزنازين والسجون. رحل خضر عدنان وهو يقاوم الاحتلال حتى بأمعائه الخاوية. لم يبخل خضر عدنان على هذه الأرض وعلى هذا الشعب حتى قدم روحه فداء لقضيته وشعبه. وأمام هذا الصمت المريب والمخيف من المجتمع الدولي، وأمام ردود الفعل الفلسطينية المحلية المخجلة أمام هذه الأحداث، إلى متى نحن كفلسطينيين سنبقى نعد الأسرى والشهداء؟ اليوم خضر عدنان رقم 237 من الأسرى الذين استشهدوا في سجون الاحتلال. إلى متى سنبقى نعد؟ ما الذي سيمنع الاحتلال اليوم من ارتكاب جريمة أخرى؟ فهو بن غفير يأمر اليوم بإغلاق الزنازين. فإلى متى سنبقى نعد إن لم يكن هناك وقفة جادة وحقيقية مع أسرانا الذين يمثلون النفس الحر في شعبنا الفلسطيني؟ إلى متى سنبقى نعد هذه الأرقام؟ ما الذي سيمنع الاحتلال من ارتكاب جرائمه اليوم وفي كل يوم؟ وأنهي كلمتي باقتباس كلمة للشيخ المجاهد البطل الشهيد خضر عدنان: هذه الأرض لنا والنصر قريب، المجد للشهداء، المجد والخلود للشهداء، والشفاء للجرحى، والحرية للأسرى. والسلام عليكم. نحن فلسطينيون وعروبيون وفيتناميون في القتال، وكوبيون في الحصار، ومانديلا في الأسر، وعمر المختار نموت أو ننتصر. وسنبقى عرفاتيون وجورج حبش، وسنبقى غسان كنفاني وناجي العلي. والآن الكلمة للأخ تامر الأطرش، فليتفضل يلقي الكلمة عن بلدية الخليل والمؤسسات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعتقد بأن هذه الحالة الأولى على مستوى كل الشهداء في شهداء الحركة الأسيرة التي يمضي فيها أسير مضرب عن الطعام يلقى حتفه ويواجه هذا المصير. فنحن أمام حالة فريدة لم تتكرر ولم تكن مسبوقة من قبل أي أسير وأي حالة أخرى. فبالتالي هذا يجب أن يدفعنا إلى أن نفكر كيف يتعامل معنا هذا الاحتلال الغاشم، يتركنا نموت ويتركنا نواجه الموت دون أن يلتفت لأوجاعنا ولعدالة ما نطالب به من حقوق. أيضا المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية مطالبة بأن تسلط الضوء على هذه الحادثة الخطيرة جدا جدا، هذه الحالة التي يجب أن نتوقف أمامها وأن نقابلها على المستوى الداخلي بتعاضد وبتماسك وبوحدة وطنية
كاملة. نقطة أخرى يجب أن يعني نتطرق لها، هذا الشيخ الجليل، هذا المجاهد، هذا القائد، هذا الأسطورة، هذا الأيقونة خضر عدنان، بدأ شابا حينما بدأ أول إضراب له عن الطعام في مواجهة هذا الاعتقال الإداري غير القانوني غير الإنساني أمام كل مؤسسات حقوق الإنسان التي تشاهده وتسكت عنه ولا تتخذ أي إجراء اتجاهه. هذا الإضراب الذي بدأه للمرة الأولى الشيخ خضر عدنان كان شابا يافعا في الثلاثينيات من عمره. أكمل الطريق الشيخ خضر عدنان وأضرب وانتصر في كل مرة كان يضرب فيها عن الطعام، كان ينتصر على هذا الاحتلال إلا هذه المرة. لم ينتصر الاحتلال على الشيخ الجليل خضر عدنان بكل تأكيد، ولكن دماء الشهيد الشيخ المجاهد خضر عدنان ما زالت تنادينا وتقول لا تخذروني، لا تجعلوا هذه الروح التي عادت إلى باريها تغادر دون أن يكون لها أثر. الشعب الفلسطيني قبل غيره، قبل المؤسسات الدولية والحقوقية والإنسانية، مطالب بأن يرد ميدانيا بعيدا عن المستويات السياسية. هذا حدث خطير. نحن في بلدية الخليل دائما ما نتفاعل مع هموم هذا الشارع الفلسطيني ونعتبر بأننا جزء من تحريكه وليس فقط التفاعل معنا. وخير دليل بأن نائب الرئيس وأيضا أعضاء المجلس البلدي، وهنا أحيي أخواتي الأخت أم صهيب وأيضا الأخت أم محمد أبو عيشة والدكتورة أسماء على حضورهم، وأحيي كل المؤسسات الموجودة. سنستمر في توفير كل الإمكانيات والأرضية لأن يظل هذا الشعب في مواجهة مستمرة مع هذا الاحتلال حتى النصر بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله. لا لحظة باسم الأسيرات تحكي الكلمة. باسم بلدية الخليل أنا بحكي. حاكم باسم البلدية وحاكم باسم البلدية. لا بطلعش هذا الحكي، مش لا مش إيش زي. شو بدكو؟ إحنا كنا. خليها مشي مشيها. نكمل بعض ما بنفع. خلاص طب ليش؟ بعد حدث رسمي. والآن الكلمة للأخت أسماء الشرباطي، فلتفضل تلقي الكلمة عن بلدية الخليل. استكمالا لكلام زميلنا المهندس العضو تامر الأطرش، وإحنا طبعا بنحكي بصوت واحد بأسم بلدية الخليل اللي بتمثلنا جميعا أم المؤسسات. اليوم الحدث اللي بصير استشهاد الشيخ خضر عدنان حدث خاص، مناسبة خاصة، وبناخد منها دروس وعبر كبيرة. الدرس الأول إنه الشيخ خضر عدنان بدأ مشواره بمربع خاص متخصص وهو نصرة الأسرى المضربين عن الطعام، وللمفارقة وسبحان الله إنه وفاته أيضا كانت في نفس المسير. يعني هو توفي مضربا عن الطعام، هو توفي في سبيل القضية اللي كان يرفع لواءها طوال حياته، وهي مسألة كتير خاصة. أنا وبناء على تجربة خاصة في عام 2014 عندما أضرب الأسرى الإداريين عن الطعام لعدة شهور وكنت زوجة أحد المضربين عن الطعام، كنت أشاهد وأدرك التفاصيل جيدا كيف أن الشيخ خضر عدنان كان يأتي أسبوعيا إلى مدينة الخليل للاعتصام، برنامج اعتصام خاص باسم الأسرى، بصور الأسرى، بقضاياهم كان يرفعها على مستوى الضفة الغربية وحده. إنسان وحده كان يحمل برنامج على مستوى الضفة الغربية لنصرة الأسرى. نحن جميعا كنا نتمركز في مدننا، أهالي الأسرى في الخليل في الخليل وفي رام الله، لكن من النادر جدا أن ترى شخصية تبذل هذا الجهد لتمثيل حالة على مستوى الضفة الغربية. الشهيد خضر، الشيخ خضر عدنان، يمكن أقام الحجة علينا جميعا، لأنه إحنا كمان عندما توفي لم نكن، وأنا أول المقصرين، لم نكن على قدر تصعيد خبر تضحياته إلى أن استشهد. وحقيقة تفاجأنا وشعرنا بمرارة الفقد بعد استشهاده. رحمة الله على الشهيد، نتمنى الثبات لنا جميعا، ونتمنى أن ترفع قضية الأسرى عاليا، وأن تكون النفس الجماعي والوطني أهم من أي تفاصيل أخرى. يعطيكم ألف عافية، وباسمي وباسم أعضاء المجلس البلدي وباسم بلدية الخليل نتقدم بالتعازي لأهله ولفلسطين جميعا.
من هنا فلسطين، ومن هنا العروبة، وإلى اللقاء غدا على طريق فلسطين إلى الوحدة، على طريق الوحدة إلى فلسطين. عاشت فلسطين حرة عربية، عاشت فلسطين حرة عربية. والله يعطي العافية لجميع الإخوة والرفاق والمؤسسات وكل من حضر من أبناء شعبنا وأبناء القضية الفلسطينية وأبناء الأسرى وأبناء الشهداء وأبناء المؤسسات. الله يعطي العافية للجميع. زاد الحشد وطفح الكيل، زاد العد وطفح الكيل، ويا انتفاضة شيل الشيل، يا انتفاضة شيل الشيل، ويا انتفاضة شيل الشيل، يا انتفاضة شيل الشيل، عيب هذا يا جميل عموري، مقصودة يعني من هذا الشر، يا جميل عموري. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، خاضر حبيب الله، خاضر حبيب الله، يا خاضر سير سير، يا خاضر سير سير، وإحنا وراك للتحرير، وإحنا وراك للتحرير، يا خاضر ارتاح ارتاح، يا خاضر ارتاح ارتاح، وإحنا نواصل الكفاح، وإحنا واحنا نواصل الكفاح، وارفع ايدك وعليك، ارفع ايدك وعليك، وارفع ايدك وعليك، وارفع ايدك وعليك، الموت ولا المذلة، الموت ولا المذلة، الموت ولا المذلة، الموت ولا المذلة، ويا للعار ويا للعار، يا للعار ويا للعار، ويا للعار ويا للعار، يا للعار ويا للعار، باعوا الأسراب الدولار، باعوا الأسراب الدولار، وباعوا الأسراب الدولار، وباعوا الأسراب الدولار، ويا جماهير انضموا إلينا، يا جماهير انضموا إلينا، ويا جماهير انضموا إلينا، يا جماهير انضموا إلينا، والشهيد غالي علينا، والشهيد غالي علينا، والشهيد غالي علينا، والشهيد غالي علينا، زاد الحد وطفح الكيل، زاد الحد وطفح الكيل، زاد الحد وطفح الكيل، زاد الحد وطفح الكيل، ويا انتفاضة شيل الشيل، يا انتفاضة شيل الشيل، ويا انتفاضة شيل الشيل، ويا انتفاضة شيل الشيل، وحاجة سد وبوابة، حاجة سد وبوابة، وحاجة سد وبوابة، حاجة سد وبوابة، منتجات المحتلين، يا الله يا جبار، يا الله يا جبار، يا الله يا جبار، يا الله يا جبار، تل رميدة تولع نار، تل رميدة تولع نار، للخليل تحية، للخليل تحية، للخليل تحية، للخليل تحية، لا جنين الأبية، لا جنين الأبية، ولا جنين الأبية، بايعناك 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 بايعناك.
جميل العموري ويا جميل العموري جبنا لك وارد جوري جبنا لك وارد جوري جبنا لك وارد جوري جبنا لك وارد جوري بالروح بالدم نفديك يا شهيد 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 بالروح يا خضر ويا بطل يا خضر ويا بطل اسمك هز المعتقل اسمك هز المعتقل يا نخال ويا مغوار يا نخال ويا مغوار وحياة الله بيض